اتوقع انك بتجاوب الاسئله بدون ما تاخذ رايهم ولا لا؟ لازم هم تاخذ. طيب يلا اعطونا سؤال المجموعه الاولى في الجوله الاولى. يقول لك يا مخلد، ما هو اثقل الحيوانات على كوكب الارض؟ الحوت الازرق، الفيل، ام الدب القطبي؟ صح، الحوت الازرق. ثبت ثبت ثبت. طيب ليش الدب القطبي والفيل؟ لا الحوت الازرق هو تراثقل موجود. لا لا الحوت كوزن. اي الوزن إيه الحوت كوزن الازرق مو اكبر. الحوت الازرق صادق. الحوت الازرق الحوت الازرق جاكم. الحوت الازرق ايوه الموج الازرق يا بابا. ايش ايش الموج الازرق؟ اي وش تشجع انت؟ اشجع اللي تشجع انت. انا ما اشجع الفريق. انا اعرف وش تشجع. وش اشجع؟ عشان كذا اشجع زيك حبيبي. طيب طيب ترى اثقل وزنا الفيل ولا لا؟ لا الحوت الازرق. مره مره. طيب حاب اقول لكم الف مبروك، 100 نقطه واجابتكم صحيحه. يخرب بيتكم فرحه عبد العزيز. يلا دوري دوري دوري. طيب اول 100 نقطه جبر. سم 100 نقطه يا جبر. حلو عزوز بطل. طيب اعطوني سؤال المجموعه الثانيه، مجموعه ايش اسم مجموعتكم؟ العواصف. العواصف. يقول لك ما هو اسرع حيوان في العالم؟ سهله. الفهد. النمر، الاسد، ام الفهد؟ الفهد. الفهد. الفهد يثبت. فهد يثبت. الفهد يثبت. يلا 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 يلا. طيب يا ايمن كمل صفقتك والف مبروك، 100 نقطه. حلو يا جدو حلو. ايش؟ احسن من اللي تقول كذا. يستاهلون. طيب يمكن هذا بالله تفاعل. يستاهلون والله. انا منقود مو تفاعل يا ربع. يستاهلون. طيب مخلد السؤال الثاني ب 100 نقطة كذلك. يلا اعطونا سؤال شباب، اسئلة سهلة. ها طيب يقول لك شيخ الاسلام هو لقب مين يا مخلد؟ الامام الشافعي، احمد بن حنبل، احمد بن تيمية؟ ابن تيمية. يا شباب انا شف شاكم بين الاول والثالث. لا هو انا اتوقع انه ابن تيمية. اسمع الاول من؟ الاول من؟ شيخ الاسلام. الاول من؟ الاول من؟ لا الشافعي مستبعد. اسم من هو؟ وش الاسم؟ الشافعي. الشافعي. ابن تيمية. ابن تيمية. خربوا علي خربوا علي خربوا علي. طيب ثبتنا. انت ليش ابن تيمية؟ ليش ما عندك إجابة؟ يلا 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 مخلص ما عندك إجابة؟ لا لا إجابتي أنا ابن تيمية بس حبيت إني تبغى تجرب كفاءة. لا ما أجرب. تبغى تجرب كفاءات مجموعتك. أبغى الشباب يوافقوني الرأي ولا عندهم رأي آخر؟ مو بعارف ومتوهق وحنا اللي علمناه. ويلا عطنا الإجابة. عمل تكامل. بس العمل التكامل هذا ما جاب إجابة صحيحة. مرة مرة لا تحاول دح. ما اقدر اقول لك خطا لان اجابتكم صحيحه. والف مبروك. اي لاف يو نواف. اي لاف يو. ولد وين التفاعل يا ولد؟ ترى باجيكم اضربكم واحد واحد. وش التفاعل يا ولد؟ تفاعلهم بيض يا ولد. تفاعلهم ما يا ولد تفاعلكم بيض. تفاعلهم مرة البيض والله والله تفاعلكم بيض. توك صاحي من النوم. طيب يعني على حسب الدرجه. طيب والله لو انكم جالسين اشواك. عبد الله عتيبي كيف وش فيك؟ ايش فيك خامد توك صاحي؟ ما تحمسون بردان. بسم الله عيال بالله لا تفاعلون. عيال تفاعلون هذا ما راح يغلب بردان. يلا شوي شويات تحمس شويات. يلا يلا تحمس تحمس. طب اعطونا السؤال الشباب عشان يتحمسون ويدفون شوي. بسم الله. يقول لك يا تركي ما اسم خازن جهنم؟ ما اسم خازن جهنم؟ رضوان، مالك، ام عزرائيل؟ انا احس انها عزرائيل. ما اسم خازن جهنم؟ خازن جهنم. رضوان، مالك، ام عزرائيل؟ مالك. خازن جهنم يا رواف. ها خلهم يستعجلون ترى ما نسمع صوت يا شباب. هو شو اسمه؟ يقول شو اسمه؟ لا تسولف انت وياه. مالك اكيد. تأكد. مالك 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 ثبت. مالك ثبت. جبر تراك جبت إجابة صحيحة أنت. ليش ما ثبتت؟ أنا أقول عزرائيل ولكن لكن شفت الأغلبهم أجمع على مالك.
طيب رضوان يا شباب لا تركي لا مو برعيها تركي رضوان 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 طيب يا تركي لا 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 ما انا مقتنع حتى لو الناس مالك مالك الا مالك ها ايش قال وش قال صح قال ثوبت صحيح ثوبت لين جاء النوم انت فعل ذا تفاعل مجموعتك مع كذا مجموعتي شوفوا متحمسين ما شاء الله بالله طيب اسمع 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 دوران هذا تفاعل منيب جهز حالك تكفى عطنا شيء صحصح الشباب والله اني اتكلم اي والله يا عم منيب تكفى المشكله تدري وش المشكله جبر اني اعطيتكم وقت زياده تعشون تصحصحون ابغى الفق ابغاكم تدخلون بحماسكم لكن كذا انا سمعت ترى صوت الشارع حقتك على طول صحصحت ترى كنت نايم انا وين نايم فيه؟ كنت نايم في المسجد شايفك يا غالي اي والله ما بغيت اصحيك رحمتك يا حبيبي لكن طيب حاب اقول لك ان مالك اجابتكم صحيحه والله جبوري يا جبوري 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 ما اسمعك يا عبد الله لو صحصحون كلهم تبغوا حق الجبر؟ والله صح صح تبغون تبغون وش شريتك؟ دخوليتي شريت دخوليتي مو ب وانت داري تبغون شريت جبر ولا تبغى شريت؟ صح صح صحون بول عشان صح صحون بول ولا عشانك؟ لا والله مو عشاني بس عشان صح صحون لانهم يحبونها عاد اسمعني الخيار عند منيب ترى انا مالي دخل عن منيب والله منيب هو اختياراته طيب جبت جبت اتوقع علي قال سؤال واحد وبرجع بس واضح انه قاعد يتجهز طيب الجوله الثانيه طيب كلكم الحين اجاوبتوا اجابات صحيحه